السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم على قناة جي ار ام تيوب. النهاردة إن شاء الله معانا مشكلة في شاشة ال جي، بعد مدة بتنطفي لوحدها بعد ساعة، يعني تبقى قاعد حضرتك وتلاقي فجأة الشاشة انطفت. طبعا كتير مننا ما يعرفش من ايه، هي حاجة بسيطة جدا. إن شاء الله في الفيديو دوت احللكم المشكله. ياريت اللي ما اشتركش في القناه اشترك وتفعلوا زر الجرس عشان اي فيديو جديد ينزل يجيلكم اشعار بيه، ويا رب اكون دايما عند حسن ظنكم. ونشوف ان شاء الله المشكله زي ما قلت لحضراتكم، بعد وقت، بعد دقيقتين، 10 دقايق، بعد ساعه تلاقي الشاشة وانت قاعد بتتفرج على اي حاجة بتنطفي لوحدها. طبعا الحكاية ديت بالريموت هنحلها مع بعض، ما تقلقش، يعني نشوف الفيديو مع بعض وكل شيء معانا خطوة خطوة وبالراحة، وركز وانت هتحل المشكلة بنفسك. يلا نشوف الفيديو. طبعا المشكلة بتنحصر في اللاتة يا جماعة. اول شيء الريموت معانا، هنضغط على علامة الترس اللي فوق ديت، نضغط على الزرار، هنيجي هنا ننزل على المؤقت، مؤقت النوم فوقه، هننزل عليه ونضغط اوكي. نضغط اوكي. لو عندك بوقت زي كده 10 دقايق 20 دقيقة انت هتخليه ايقاف، ماشي. وبعدين نيجي على الثلاث نقط اللي تحت اللي هي جميع الاعدادات، جميع الاعدادات، ونضغط اوكي. هيودينا على القائمة اللي قدام حضراتكم، الاختصارات ومعها القائمة بتاعتها. هننزل على عام، وبعدين بالسهم هنروح على المؤقتات، كل حاجة واحدة واحدة وبالتفصيل، ونضغط اوكي. زي ما حضراتكم شايفين كله ايقاف ايقاف ايقاف. هنا طبعا بتنطفي معايا بعد ساعتين لوحدها من تلقاء نفسها، فهننزل على اخر واحدة ونعمل لها ايقاف ونضغط اوكي، وكده انطفت معانا، وكده تبقى المشكلة اتحلت. كده احنا عرفنا المشكلة حلها منين. اللي ما اشتركش بقى في القناة اشترك، واي استفسار انا معاكم. زي ما تابعنا الشرح بسيط جدا، ويا رب اكون وفقت في توصيل المعلومة لحضراتكم. اشوفكم فيديو تاني ان شاء الله جديد، تابعوني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.